السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. عليكم السلام دكتور. محاضرتنا وعليكم السلام دكتور. لهذا اليوم إن شاء الله هي تكمل المحاضرة السابقة اللي هي العمليات على الكمبيوتر جرافيكس. العمليات كنا وضحناها اللي هي كانت الترانزليشن للتحريك، السكيلينج اللي هو التكبير والتصغير، والروتيشن اللي هو التدوير. فاليوم راح ناخذها يعني نكمل ما بدأناه، انه نراجع العمل على المصفوفات اللي تؤدي هذه العمليات، وكذلك الإعازات البرمجية وشلون نسويها لهذه العمليات على الفيجوال بيسك، على مود يعني تنفذون البرامج، نرسم الأشكال، نحركها وغيرها من العمليات اللي راح نسويها على المصفوفات. زين، هسه أول شي راح نراجع اللي أخذناه المحاضرة السابقة، فنريد نسألكم بعض الأسئلة. نجي على منتظر. وين منتظر؟ شروق فاضل. شروق، شنو كانت المعادلة مال التحريك؟ الترانزليشن، شلون نحرك نقطة او بشكل كامل؟ كانت معادلة معينة، شنو هي اخذناها الاسبوع الماضي؟ تمام، تي اكس تي واي، هذا هم معاملات الحركة. اوكي، شنو يعني شو راح يصير ذولا؟ شو يصير يعني شنو علاقتهم بالنقطة الاصلية على مود تتحرك؟ أنا كاتبته بس مو مراجعته يعني فشوية نسيته. زين، عندنا علي شاكر. نعم دكتور، وياك. يلا علي، شنو المعادلة مال التحريك الترانزليشن؟ دكتور، هو يعني اللي اعتقد حسب ما ذكر الاكس والواي، هاي المعادله اللي كتبناها. نعم تمام، هسه اراجعها ثواني لان صراحه المحاضره اللي راح احاضر عملية التحريك للترانزليشن كانت عملية انه النقطة الاصلية هي زيد بمقدار تي اكس و تي واي، يعني الاكس يساوي ان اكس زائد ان تي اكس، راح تتحرك قيمة الاكس بمقدار تي اكس، والواي يساوي ان الواي زائد ان تي واي، اذا عملية زيادة، عملية تحريك فقط بواسطة عملية زيادة الأرقام بمعامل الحركة لا أكثر. زين، هسه عندنا نور الهدى علي. وين نور الهدى؟ صباح محمد. نعم استاذ. صباح، شنو اللي المعادلة مال السكيلينج؟
صبا وين رحتي؟ يا أستاذ، معادلة اكس اكس اس يساوي اكس في سي اكس، يعني معادلة التكبير والتصغير. تمام. التكبير معادلتها اذا كانت اكس اس، بس انا كاتبتها اكس اس يساوي اكس في سي اكس، واي اس يساوي واي في سي في سي واي، صح صح؟ تمام. هذه معادلة التحري التكبير السكيلينج طبعا هو التكبير والتصغير هذا معادلتي. تمام، وما يعني هو اصلا معادلة واحدة مو اثنين، وانما بس اذا قيمة الاس اكس والاس واي اذا كانت اكبر من الواحد تكون تكبير. إذا أكبر من الواحد راح يزود بمعادلة التكبير، وإذا كانت أصغر فراح يقل منه بمقدار واحد. بالضبط، يعني اذا اكبر من واحد تكون عملية تكبير، واذا اقل من الواحد يعني 0.5 0.4 تكون عملية تصغير. نعم أستاذ. اذا تلاحظون عملية التحريك كانت العملية والمعادلة عبارة عن جمع، بينما عملية السكيلينج التكبير او التصغير تكون ضرب على النقاط الاصلية. هسه مرتضى جمعة، هاشم، سمير، نعم استاذ، هاشم، شنو معادلة الروتيشن اللي هي التدوير؟ صراحة دكتور ما كنت حاضر المحاضرة ديش. ابني لازم تراجع، نزلناها فيديو على مود تراجع المادة. صح دكتور، بس أنا ما مراجعها يعني. تمام. مرتضى جمعة، فاطمة، وليد. نعم دكتور. فاطمة، شنو المعادلة مال التدوير روتيشن؟ دكتور ال x يساوي ان x في كوساين الزاوية وناقص y في ساين الزاوية، ولا y في كوساين الزاوية زائد x ساين الزاوية. تمام، ممتاز. طبعا هنا عملية التدوير تحتاج الى معادلة اخرى غير معادلة هاي التدوير اللي قالتها زميلتكم. معادلة التدوير قالتها صحيحة، انه فقط انه اكس في ساين ثيتا ناقص واي ساين ثيتا وكذلك الواي، بينما نحتاج انه الجسم شنو لازم يرجع الى نقطة الاصل ثم يدور ثم راح يرجع الى مكان الاصلي. كذلك عملية السكيلينج التكبير والتصغير. السكيلينج ايضا قلنا الجسم من كبر او انصغره راح يزحف عن مكانه الاصلي، يزحف عن مكانه الاصلي. لذلك اذا اردنا نكبر او نصغره بنفس المكان لازم ايضا شنو عندنا الفيكس بوينت، النقطة الثابتة، لازم نرجع الجسم الى نقطة الاصل عن طريق طرحه من هاي النقطة الثابتة ثم اجراء عملية السكيلنج عليه ثم وراها نرجعه الى مكانه الاصلي.
كل إذن هذه هي المعادلات، المعادلات اللي هي راح نشوف أمامكم هسه، راح أشيرها ونراجعها ونشوف البرمجة مالتها شلون حصير. ها طلاب الشاشة أمامكم مال باوربوينت. ظهرت دكتور واضحة. تمام، بس نجي إلى السكيلينج، نراجع بشكل سريع. السكيلينج مثل ما قلنا، السكيلينج هو الاكس في اس اكس والواي في اس واي، عملية ضرب للمقدار الاصلي على مود يتكبر او يتزخر. بس قلنا هو يسحف عن مكانه الاصلي، لذلك لازم شنو نقوم بعدة عمليات، انه ارجاع الجسم مثل ما تلاحظون نقطة واحد، ارجاع الجسم الى نقطة الاصل. ف الاكس نقصها من الاكس اف اللي هي الفيكس بوينت، كذلك الواي نقصها من الواي اف، نرجعها الى نقطة الاصل. ثم العملية الثانية نضربها في السكيلينج فاكتور في معامل التكبير والتصغير. ثم مرة اخرى شو نسوي؟ نرجع نرجعها الى مكانها الاصلي، فنرجع الناتج مال عملية الضرب راح نزيده بمقدار اكس اف واي اف، راح يرجع الجسم بعد التكبير الى مكان الاصل. اذا نرجع اولا ثم نكبره ثم رجع الى مكان الاصلي جديد. كذلك ها بالمناسبة يعني العمليات هاي الثلاثة من ندمجها حصير المعادلة بالشكل الآتي، اللي هو الأكس ناقصا أكس إف في أس أكس زائدا أكس إف. تلاحظون لا هنا النقطة الأصلية الأكس، أوش تنطرح من الأكس إف يعني ترجع إلى صفر صفر، ثم شنو تنضرب في الأس أكس، ثم ترجع نزيدها يعني ترجع إلى مكانها الأصلي، وكذلك الواي بنفس الطريقة. تلاحظون لأن بهذا الأسلوب الروتيشن نفس الحالة. فتلاحظون لازم اولا النقطة نرجعها الى صفر صفر، فنقصها من البيفوت بوينت يعني نقطة الارتكاز او محور الدوران، ثم نسوي عملية الروتيشن اللي هي الاكس كوسين ثيتا واي ساين ثيتا، وكذلك الواي كوسين زائد الاكس في الساين. راح ندور الجسم ثم وراها نرجع نزيده ونرجع بنفس المكان، فمجرد الاكس ار زائدا اكس بوينت راح نرجع نزيد رجع في مكان الاصلي. من ندمج هذني العمليات كلها تطلع لنا المعادلة الاتية مثل ما تلاحظوها امامكم، انه ايش نسوي العمليات كانت بهالشكل هذا. زين لو نجي نشوف برمجيا شلون حتم هذه العملية. هنا عندنا فورم مثل ما شفتوا، عندنا بوتون، عندنا بيكتشر بوكس، واساسا راح نحاول نرسم. نعم مثل ما سابقا وضحنا الماي جرافيكس نعرفه كجرافيكس راح نرسم بواسطته، وهنا أنا الجرافيكس هذا اخلقه على البيكتشر بوكس، فقلت البيكتشر بوكس دوت كريت جرافيكس، هذا خلصنا من عنده. طبعا هاي ما نحتاجها حاليا عملية ال زين. نجي اولا عندنا النقطة الاولى راح اعرفه بالشكل الاتي، راح اقول له dim p1 as a point، عرفت نقطة وطيت احداثات اللي هي شنو 100 100. كل دي يشوفون طلاب الكود دا اشرحها. نعم 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 نعم
هسه نجي الى النقطة الثانية. عرفت انه النقطة الثانية بي 2 ايضا نقطة هي 130 100. هذا خط يعني مستقيم، نقطتين مثل لي خط مستقيم، هعرفه اني عم اطبق عليه جميع العمليات اللي اريدها. هسه جيت هنا ايش راح اسوي؟ مو حرسم خط، قلت له ماي جرافيكس دوت درو لاين ارسم لي خط، طبعا احدد لون القلم اللي هو لون الازرق والسمك مالته 5، وقلت له ارسم لي نقطه اولى الى النقطه الثانيه من بي 1 الى بي 2 باستعمال هذا الإعادة الجاهز اللي هو درو لاين. خلاص زين، رسم رسم الخط الاصلي بخط بلون ازرق. زين نجي هنا نعرف النقطة 3 و4 اللي هي النقاط الأصلية مالتنا، بس راح نحركها ونكبرها ونصغرها وهكذا يعني. فراح نجي أولا هنا انا شنو راح اسوي؟ يعني مثل ما قلت لكم هنا انا عرفت نقطتين وهنا رسمت الخط من هاي النقطتين. هسه اجي راح اقول ترانزليت بوينت، هصيح فت فانكشن اقول له النقطة الأولى اللي عرفتها فوق اني حرك لي اياها اسمها ترانزليت بوينت، حرك النقطة، النقطة بي 1 حركها بمقدار اعطي هنا تي اكس والتي واي، يعني مقدار 0.50. كذلك النقطة الثانية حرك ليها مقدار 0.50. تلاحظ النقطة البي 1 من حركها شو صار اسمها بي 3، وكذلك النقطة 2 من حركها شو صار بي 4. فتلاحظون هنا النقط الأصلية بي 1 بي 2 حركهم حصر ناتجهم هم في النقاط بي 3 وبي 4، وراها راح ارسمهم، ارسم بي 3 وبي 4 باللون الأحمر. إذن عندي نقاط أصلية رسمتها، رسمت الخط اللي يمثلهم بلون ازرق، ثم راح احركهم هسه وراح ارسمهم بلون احمر واشوف ايش راح يصير. هسه خلينا ننفذ. بس قبل ما نكمل راح اشوف كود راح الغيه بعدين نرجع له لاحقا. احنا راح اشره ننفذ. هسه تلاحظون امامكم شنو اللي الرسم على الفورم ولا لا؟ اي نعم دكتور. تلاحظون الخط الازرق هو الخط الاصلي والاحمر هو الخط الجديد. هنا حركناه مقدار شنو مثل ما تشوفون امامكم لترانزليت بمقدار شنو هي 0.50، يعني 0x يعني ما يتحرك باكس بس 50 بس الواي يتحرك، يعني نزل جوا زاد. فتلاحظ الخط الاحمر هو نزل بمقدار 50 عن الخط الازرق. اذا اريد هسه نحركه بس باتجاه اكس افقيا وليس عموديا ايش راح اسوي دكتور؟ خلي 50 0 بالضبط. هنا أنا 50 0 تلاحظ لا انه العملية تحرك بشكل افقي الخط الاحمر وهكذا. تلاحظ هاي عملية شنو؟ عملية التحريك.
زين نجي هنا هسه عملية ال... نجرب عملية أخرى اللي هي التكبير السكيلينج. عملية السكيل هنا اذا تلاحظون انه عملت السكيلينج نطيت النقطة الاصلية قلت له عن الدالة اسمها سكيل بوينت اعطي النقطة الاصلية اقول له السكيلينج فاكتور هي بوينت نص بوينت نص او بوينت فايف بوينت فايف يعني نصف يعني شنو دا اصغر الخط المستقيم صح يعني اقلل الى النصف بوينت فايف طبعا هنا البي بي يمثل شنو محور الدوران او محور التكبير قلنا عمود الجسم شنو يكبر في مكان ما يتحرك الى مكان اخر يعني شنو لو ننفذ نشوف تلاحظون امامكم شنو ظهر امامكم لاصق يعني الاحمر والازرق هو يعني هو الازرق هو الخط الاصلي الاحمر الخط اللي صغير فهو ايضا رسم الرسم فوق الازرق لانه هو كبر بس بنفس المكان وياي لو لا فلذلك بقى بنفس المكان لو نجي ليش انه هنا محور التكبير خليناه على نفس الخط يعني تلاحظون النقطة الى الخط الاصلي هو يبدي من نقطة 100 الى 130 فأنا محور التكبير خليته 100 اذا راح يكبر بنفس المكان اذا احركه يعني راح يكبر او راح يصغر حشوف انه يختلف مكانه 80 بحث هنا انا خليت 80 نقطة المركز التكبير فهيتحرك مكانه وحتلاحظ انه ايش راح يصير نرجع ننفذ تلاحظون لا لا اتحرك دكتور سؤال نعم تفضل دكتور استوى مصعد الاحمر فوق الازرق يعني ليه احنا خلينا 130 بعدين 100 بس ليش الاحمر بقى صغير والازرق اكبر منه اولا انه احنا شنو العملية اللي سوينا هاي اول شيء الكود امامك والرسم امامك نجي هنا بقى على تلاحظون العملية دا اشرح عليها الثاني بالسهم سكيل صح اجي عملية سكيلنج شنو هو 0.5 يعني تزغر الشكل الى النصف يعني اصلا اني هو الشكل اصلا زغرته فاوريدي الاحمر اللي هو الشكل الجديد حيصير نصف الشكل الاصلي اللي هو الازرق لان انا دا اقول له 0.5 وياي لو لا اها تمام فهمتك يعني اذا نخلي واحد عادي يصير هو الواحد يصير مثله اثنين يصير ضعفه اوكي يكبر يعني ماشي فهمت زين اذا احنا قلنا هذا محور الدوران البي بي محور التكبير اذا غيرته يعني اذا كان داخل الجسم نفسه راح يرسم فوقه فما راح يشوف فاذا كان شويه بعدته ف 88 راح يختلف عن المرض قلنا احنا بالتصغير والتكبير يزحف اوكي يزحف الشكل يسحب عن مكانه الاصلي لذلك يعني احنا هنخلي اكو محور للتكبير التصغير على مود شنو اذا نريد نكبره بنفس المكان فيعني نبقي نحدد نقطة على نفس الشكل عمود يكبر في نفس المكان وما يتحرك هسه انا راح ارجع
اراويك هنا انا حزيد المقدار تكرر التصغير الى 2 عمود، راح ازيده بمقدار ضعف اثنين بالشكل هذا. هسه راح انفذ تلاحظ صار بالخط الاحمر تمام، صار اطول من عنده ضعف، صار ضعف بالضبط لان كبرناه. تمام بس لحظة طلابنا طلع نويا يا هسه. نعم دكتور. فاذا هنا احنا كبرنا الشكل حسب المعادلات. زين سؤال ارد اشوف هسه هنا من نفذنا الكود احنا لاحظ انه هنا عرفنا البي 1 بي 2 بوينت، هذا عازات موجوده بالفيجوال بيسك ما اشكال درو لاين ايضا يا عازم، يمكن اخذنا احنا المحاضرة السابقة قلنا انه عاز جاهز بالفيجوال انه يرسم لي خط، بس اعطي نقطتين يرسم لي الخط. هنا نجي الى هاي الدوال اللي استعملناها سكيل بوينت، يعني كبر لي نقطة، ترانزليت حرك لي نقطة، هاي اللي عاز شنو، هاي جاهزة لو شنو، هاي لا هاي عاز اني سويتها يعني سادوس رايت كليك جو تو ديفينيشن رجع الى تعريف الان يجي هسه نراجع وحده وحده. انا سويتها كالاتي، هاي اول وحده لترانزليت بوينت بعدنا عرفت برايفت سب وبرايفت اقصد فانكشن داله اسمها ترانزليت بوينت، شطيها نقطه اولى بي 1 وطيها تي اكس تي واي مقدار يعني معامل الحركه اكس معامل حركه واي، والداله ترجع لي ايضا بوينت جديده اللي هي بعد الحركه. فببساطه مجرد انه البيون دوت اكس قلنا البيون نقطة فمحور اكس زائد يساوي المحور اكس زائد تي اكس، فزيد بمقدار تي اكس كذلك الواي زيد بمقدار تي واي بنفس الطريقة. ثم هنا لازم نرجع نقطة جديدة نرجعها باسم الدالة، فاقول له ترانزيت بوينت يساوي لنا بي 1، فهاي حصر كانها ريتيرن حرجع الناتج الى البرنامج الاصلي. زين هنا نفس الطريقة السكيل بوينت شطيها البي 1 هي النقطة الأصلية، الاس اكس والاس واي معامل التكبير، والاف بي هي النقطة الثابتة قلنا النقطة اللي على أساسها
راح يكبر بس تبقى هاي ثابتة، من الجسم ما يسحف عنها. فنطبق المعادلات اللي قبل شوية شفناها، إذا تلاحظون هنا بالبرزنتيشن مالتنا. أوكي هاي معادلات السكيلينج اللي قبل شوية شفناها، نفسها هنا طبقناها معادلات السكيلينج اللي هي النقطة X ناقصة الفيكس بوينت، اضربها في SX واجمعها مرة الأخ الى مقدار الفيكس بوينت. يعني اول شي رجع الجسم الى مكان الاصل الى صفر صفر، ثم كبره ثم رجعه الى مكان الاصلي. اوكي الاكس والواي كبرناها وراها رجعناها باسم الدالة. واخيرا الروتيت، عملية التدوير، مجرد اعطي نقطة واعطي ثيتا الزاوية واعطي بيفوت بوينت محور الدوران، وعلى اساسها أنا أطبق المعادلة اللي قبل شوي شفناها اللي هي R cosine theta في Y sine theta، وعلى أساس راح تدور وهم أرجع الناتج إلى مكان الأصلي. زين فنرجع هسه على برنامجنا على مود نطبق هذا، نطبق الروتيشن اللي هو التدوير. هنا كان تكبير عندنا، راح اسده هسه ونرجع الى التدوير. هنا انا سكيلينج اخير شي عندنا، راح نشوف الروتيشن. إذا تلاحظون إنه هنا أنا إيش راح أسوي؟ هنا راح أدور النقطة P1 والP2 مقدار الزاوية 45 ومحور الدوران. أنا خليه إن هي النقطة الأصلية اللي هي 100 100 مال الشكل الأول، مال النقطة الأولى نفسها 100 100 100 محور الدوران. قلنا الزاوية 45 راح ننفذ ونشوف ايش راح يصير بعملية التدوير. تلاحظون الرسم لا لا امامكم، نعم دكتور. لاحظ صار الدوران صار بزاوية 45، طبعا 45 يعني باتجاه عقرب الساعة، اذا سالب يعني عكس عقرب الساعة. نجي هنا نغيرها، نخليها سالب، راح يصير التدوير هو عكس عقرب الساعة. تلاحظون نحو الأعلى صار عملية التدوير. تلاحظ انه ايضا الجسم يضبط هو نفس المكان، بس مجرد يعني روتيه صار بزاوية معينة، لانه مركز التدوير هو بداية الخط. اذا ازحف المركز التدوير اخليه يعني هنا شوية ازحف نحو اليسار، مركز التدوير فقط، يعني هاي النقطة مو 100 100 هي مركز الدوران، هسويها 80 100 ازحف شوية نحو اليسار، راح ادور وشوفون ايش راح يصير الناتج. تلاحظون لا هنا تلاحظون محور الدوران شوية زحف، تلاحظ التدوير كأنه يعني تحرك عن مكانه، بس هو لأنه محور الدوران اختلف شوية فلذلك التدوير صار بشكل متباعد. اذا مثلا ساحرك اسوي نقطة محور الدوران صفر،
حرة دوران صفر مية يعني بداية الفورم بداية البكتشر بوكس. نجي ننفذ هنا تلاحظون لو لا تلاحظون هو هنا صار محور الدوران ده. شوف المؤشر ماتي لو لا على الموقع صفر موقع صفر يعني هنا اوكي فهذا الموقع منا اذا صار عليه عملية تدوير فتلاحظون من هنا ويتحرك نحو بزاوية 45 فابتعد يعني عن الشكل الاصلي لانه محور الدوران اختلف عندنا اوكي فاذا قلنا محور الدوران المسافة كانها تمثل لي نصف القطر يعني شكل ما يبعد ايضا يبعد الدوران عن الشكل الاصلي مسافة نصف القطر قد يبعد عن النقطة الأصلية. إذن هذه هي العمليات على الرسومات نفذناها بشكل برمجي وإن شاء الله يعني المحاضرات القادمة راح ننفذها على أشكال كاملة وليس فقط يعني على خط مستقيم. زين هسه قبل ما يعني نرجع للسلايدات مالتنا ونشرح المصفوفات والعمليات الرياضية اللي هنطبقها راح اشوفكم في الشيء الثاني اريد ارسم في الشكل هنا راح انفذ شنو امامكم على الشاشة البينت حاليا ظهر تمام هسه راح اجي اني هنا اريد ارسم الشكل الاتي اريد ارسم الشكل الاتي تلاحظون انت اريد ارسم الشكل يعني مثلا كانه اوكي هنا مفروض ارسم هيك شنو هذا يعني يوحي لي انه سيارة صح لا اريد ارسم هذا الشكل شلون راح ارسمه اول شي لازم احدد الاحداثيات مالته تمام لا نجي هنا هذا راح افترض الشاشة هاي هنا تلاحظون هذا هنا هنا هي تبدي شنو النقطة صفر صفر مو لا الزاوية العليا اليسرى صفر صفر وهنا اكيد الاكس يمشي نحو اليمين ونحو الاسفل هو الواي فهو على اساس اني ابدي ارسم يعني حد الاحداثيات خلينا نقول من هنا اذا الاكس اجي اخلي هنا افترض انه هذا هو هاي مية مو بداية الاكس منا وهنا الاكس يجد هنا 200 صح هنا افرض خلينا نقول الواي 50 هنا مثلا 100 وياي لا طلاب وياك إذن هسه إذا أريد أرسم الشكل هذا أول شيء شنو أقول لي أبدي من هاي النقطة هاي النقطة شقد خلينا نقول 150 تمام إلى النقطة هاي بعدين أرسم هذا الخط إلى هاي النقطة النهاية اللي هي 250 وراح نرجع خط لاخ من 250 إلى 200 ثم نرسم هذا الخط 200 الى 100 ثم نرجع نخلص هذا النهاية نرجع النقطة البداية اللي هي 150 وكلها
عبارة عن خطوط مستقيمة يعني لاين 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 لاين، رسمت أربع خطوط خلصنا. بس أرسم دوائر عندي مو لا، أرسم هاي الدائرة مجرد النصف السنتر مالتها هل قد نصف قطرها، خلينا نقول 20، راح يرسم هاي كذلك، حدد الدائرة مكانها نصف قطرها رقم معين و أو مركزها رقم معين يعني، ونصف قطرها رقم معين، راح ترسم الدائرة. الرسمة شنو؟ سيارة. زين أوكي، برمجيا شلون راح نرسمها هاي؟ نجي نرجع إلى الكود أو نرجع هنا أنا. لا إحنا أنا الفايل مالتي هذا عدد سكتوب ده تشوفوا لاين اسمه دوت تي اكس تي. مجرد هذا الفايل تشوفوا امامكم لو لا، فتحت نوت باد فايل فارغ، وهنا راح ابدي ارسم خلي بي الاحداثيات اللي قبل شويه قلتها. اوكي، من النقطه 110 الى 210، ثم 210 الى 270، وهكذا. عندي اربع المستطيل عبارة عن اربع مستقيمات، هاي اربع مستقيمات. بس قبلها شو خليت هنا أنا هذا الواحد هنا، هذا الكود مال العملية. يعني اذا واحد ارسم خط مستقيم هنا جوا، اذا اثنين ارسم لي دائرة، تمام لو لا. والدائرة شنو احتاج لها؟ احتاج لها اكس سنتر واي سنتر، مركز، وبعدين نصف القطر، تمام. بينما اذا واحد خط مستقيم لازم شنو؟ اكس 1 واي 1 واكس 2 واي 2، مو احداثيات النقطتين اللي راح يرسمها مال الخط المستقيم. ان هاي ببساطه عن طريق يعني احداثيات والكودات مال كل عمليه اقدر ارسم لهذا الشكل. شلون احنا لازم نسوي برنامج او فانكشن تقرا يعني الفايل وتقرا الكود. اذا واحد فترسم تاخذ هاي النقاط ترسم المستقيم، واذا اثنين تاخذ هاي السنتر والراديوس وترسم لي دائره، تمام. فراح نجي هنا نشوف وين هذا الكود. هيات هذا امامكم انا شنو عندي؟ سميت فايل عندي او بروسيجر برايفت سب اسمه درو فايل، تمام. درو فايل اللي هو اعطي شنو فايل نيم، اسم الفايل، عمود يقرا ويرسم المعلومات اللي بيه، تعاريف عاديه. هنا ستريم ريدر، هذا فد متغير عمود يوقف مؤشر يوقف على الفايل عمود يقرا من عنده. هسه هنا شنو قلت له؟ وايل نوت ستريم ريدر دوت اند اوف ستريم، ما دام الفايل ما منتهي بعده اذا شنو؟ اقرا لي ستريم ريدر دوت ريد لاين، اقرا سطر افصل لي عن طريق الكاما الفارزة. ليش؟ لأن هو الأرقام كلها مفصولة عن طريق فوارز، صح لو لا؟ فخلاها مصفوفة. جيت هنا سويت الكود هو المصفوفة بالموقع زيرو، هو الكود مال العملية، قلنا موجود أول واحد يعني بالموقع صفر. فجيت هنا أنا شنو راح أسوي؟ قريت مقرة الكود، حقول select case الكود، اذا كان واحد معناها مستقيم، اذا اخذ لي هاي الاحداثيات الاربعة خليها بالمصفوفة اي، وراها ارسم لي لاين. اذا قلت له graphics.drawLine ولون اسود، وخلي لي اياها الاحداثيات الاربعة اللي قرأتها اي اوف الواحد اي اوف الاثنين في الثلاثة اي اوف الاربعة، فرسم الاحداثيات رسم لها على شكل مستقيم. واذا كان هنا الكيس اثنين الكود معناها دائرة، اذا اقرا لي الثلاث ارقام اللي هي تمثل شنو؟ الاكس سنتر والواي سنتر والار، وارسم لي دائرة جرافيكس دوت درو اليبس، ارسم لي دائرة. يمكن احنا وضحنا هذا اللي عاز المرة السابقة شلون ارسم دائرة بشكل معين عن طريق السنتر والنصف القطر، وراها يرجع لوب مرة الاخ. ما دام الفايل ما منتهي اذا اقرا مرة الاخ سطر لاخ،
وقرأ الكود، إذا واحد ارسم خط وإذا اثنين ارسم دائرة، وراح يرجع لوب مال واي، يرجع لوب إلى أن يخلص، إلى أن يقرأ كل اللاينات ويرسم يعني أما واحد يعني مستقيم أو اثنين دائرة. وبالنهاية قلت ريدر دوت كلوز، سد الفايل، انتهى الموضوع، سد الفايل وبعد ما رسم انتهى الموضوع. زين نرجع هسه هذا بروسيجر لازم نستدعيه من المين، تمام؟ هنا انا بس راح اوقف الهاية الرسم اعادة الرسم السابقة، عمود وراها استدعي هذا الكود مال الرسم، هي هذا الكود امامكم، كود بسيط جدا، مجرد اني شنو مجرد اقول له درو فايل واعطي اسم الفايل فقط. زين بس هاي الفايل مين اجيبه؟ راح اظهر دايلوج بوكس من عنده، تختار انت يا فايل تريد ترسم هنا. هذا فيدن اكو فد اوبجكت اسمه اوبن فايل، اوبن دايلوج فايل دايلوج بوكس اللي هو من اجيبه، هتلاحظون من تول بوكس من الدايلوجز، هذا الدايلوج هنا اقول اوبن فايل دايلوج، هذا يسمح لي اختار ملف على مود ادز للبروسيجر عمود يرسم هذا الملف، تمام؟ فقط اذا مجرد اختار الملف من الدايلوج بوكس وراها ادز ارسم الفايل واعطي اسم الملف راح يرسمه. نجي ننفذ ونشوف ويا طلاب لو لا. نعم دكتور وياك. هسه نعم دكتور. تمام هسه انا راح ادوس على الكوماند هذا مال درو، ايش راح يطلع لي؟ يطلع لي الدايلوج بوكس هذا اللي قلت لكم عليه، اوبن دايلوج بوكس، يعني يريدني اني شنو اختار الاسم، اختار الاسم ملف عمودي يرسمه، فانا مالتي الفايل هو لاين لاين دوت تي اكس تي، اقول له اوبن. تلاحظون الشكل رسم امامكم لو لا؟ هاي لا طلع، هذا هاي الاحداثيات وهذا هو الشكل الرسم، انه عبارة عن اي لاينات، اربع لاينات يعني تمثل مستطيل، ثم دائرتين تمثل التيارات مال السيارة، والرسم شكل. يلا هسه شلون ان هذا نغير بالشكل؟ خلي ننزله جوا ولا صاعد فوق؟ ها شلون انزله جوا؟ من يقول لي بالاحداثيات مال الواي، مو لان هو الصعد ينزل هاي بالواي، صح لو لا؟ فمكان مكان العشرة راح اسوي 50 على مود ينزل شوية، تمام؟ اسرع هنا اسوي 50 هنا، طبعا ايضا 70 هم لازم تنزل، يعني هم ازيدها بمقدار 40 فاسويها 110 او خل اسوي 100، تمام؟ هنا 50 ايضا، هاي 70 قلنا اسويها 100، 70 100، وهنا العشرة سويها 50، 50 هنا أيضا، 70 قلنا سويها 100 100، تمام؟ غيرنا هسه أقول له كنترول اس عمود سيف، أو من الناس الفايل سيف، سيف عمود مرت اللغة تجي ترسم، أقول له درو، هم راح يطلع يقول اختار اسم الفايل اللي تريد ترسمه، قلنا هاي نفس اللاين اختاره، اسم السيارة راح اصير رسمة فوق ديش لازم امسحها، بس خلي دا اشوف شلون راح اقدر امسح هذا الفايل هنا بالبداية، خلي نشوف شلون راح اقدر امسحها، راح اقول ماي جرافيكس دوت كلير، تمام؟ هاي الدالة وأعطي لون يعني
اكس 1 دوت باكلر 5. نعم مسحته للخلفية عمود من نرسم اي شكل اخر. بعدين نمسح اولا. يلا نرجع ننفذ. نقول له درو راح يختار لي اسم الفايل. تلاحظون الرسم هذا بس هذا اكو بي خط ناقص مو نحو جهة اليسار مو لا. نعم دكتور. نعم استاذ. وين هذا الخط؟ وين طار هذا الخط؟ مين يقول لي؟ دكتور لازم نوصل اول نقطة من الاكس. هو خطأ بالإحداثيات لا أكثر يعني. تمام هنا مية مية الخط هنا صار. هنا هو المشكلة فقط. راح أسيف كنترول اس. سيفت الخط. صار أرجع ممرة اللوخ رسمه. تمام الرسم الشكل بشكل انا اوكي حسب احداثيات. اذا تلاحظون اذا دائما يعني عمليه الرسم مجرد احداثيات على فايل وينتهي الموضوع. هسه من عندكم يعني اطلب لكم هوم وورك كل واحد يرسم لي شكل يعني بس شكل معقد مرتب يعني سياره طياره شخصية كرتونية سبونج بوب اي شيء ويعرض لي اياه ويدز لي لازم صورة يعني التنفيذ ويدز لي الاحداثيات بهالشكل هذا تخليه هيك يسوي برنت سكرين ويدز لي اياها عم تشوف الشكل مالتك وشوف الاحداثيات اللي تستعملتها. تمام لا دكتور سؤالي دام اصير زحمة تفضل. الله يسلمك دكتور بس هاي الواجهة مال الاحداثيات شلون طلعناها؟ هاي اي بالضبط هاي مجرد يعني انت هذا هسه اسوي لك مجرد انه انت تروح هنا على اي مكان تقول له رايت كليك نيو تكست فايل يعني تكست فايل انت تخترق اي فايل وتسميه حسميه فيجر مثلا مو فيجر هو دوت تكست دوت انتر تطلع لك شاشه فارغه مو ثم تكتب التحديثات. واحد قلنا الكود مثل خط مستقيم اذا من النقطة عشرة عشرة الى النقطة مية مية تمام انتر يجي خط المستقيم الاخ واحد فارزة من النقطة مية مية الى النقطة مثلا ميتين مية عرفتني وهكذا هيك يعني تكمل اوكي تمام اذا واذا اثنين ترسم دائرة هما اثنين فارزة ما ادري شنو هيجي دائرة تطي سنتر مثلا عشرين عشرين ونصف القطر خلينا نقول ثلاثين وهكذا يعني ترسم اذا خط مستقيم الكود ما تبدي بواحد ترسم الاحداثيات كذلك الدائرة تطيها الكود اثنين ترسم تطي سنتر ونصف القطر وعلى اساسه راح يرسم والسيفة وراها هناك ببرنامج بس الدلي على مكان الفايل هو راح يرسمه. تمام تمام دكتور. دكتور بس كود البرنامج حت نزله بالكلاس ان شاء الله بإذن الله. زين فهذا كل واحد يطلب من الشكل عم ترسموا لي اياه. شيء الاخر هسه بدي اسالكم سؤال. هذا الشكل الثاني اريد احرك السيارة اريد امشيها يعني شلون حركة اكبر اصغرها يعني دكتور يسوي يعني شلون الفور
شلون مثلا يسوي اكثر من مره. فور هو اكيد اكيد، بس هو ايش راح اسوي بهاي اكثر من مره؟ الشكل شلون حيتحرك؟ يعني سوى مخطط ثاني ومع حذف المخطط الاول. زين انا يعني تعرف انت الحركه حيتحرك 50 60 مره، شلون يعني راح مخطط ثاني؟ شلون تعيد تكتبهم من جديد لو شنو يعني؟ ايوه هذا اللي ببالي. هو يعني هو ببساطة مجرد احنا تذكرون هسه قبل شوية احنا سوينا دوال مال انه نحرك ترانزليت بوينت، مو نحرك فد نقطة معينة، ولو سكيلنج فد نقطة معينة، نفس الشيء. مجرد احنا نعم مثل ما قرنا الفايل اكون نسوي فد بروسيجر اسمه ترانزليت فايل، يعني تحريك فايل. شو يسوي هو الفايل؟ شنو عبارة؟ عبارة عن نقاط، مو لا لا. فمجرد نفتح الفايل نقرأ النقطة الأولى وراها ندزها للفايل للدالة ترانزيت تحرك لي اياها، والناتج ذبه في فايل جديد. اذا هنا نحقق الفايل كله والنقاط كلها، هاي مثلا هاي ازيدها بمقدار txty، هاي مقدار txty، وهمشي عليهم كلهن الى ان ازيد كل نقاط الفايل بمقدار txty، راح يتحرك الفايل، حيصير بيني فايل جديد. ورا هسه ارسم الفايل الجديد، طبعا امسح القديم اولا ورا ارسم الفايل الجديد، وهكذا احرك الفايل الجديد همات مقدار معين وامسح القديم وارسم الجديد الى ان يظهر امامي كانه دا يتحرك. بس انا بالحقيقه شو اسوي؟ دا امسح وارسم واحد بصفه، وهكذا امسح واحركه وارسم بصفه، وهكذا الى ان يظهر كانه الفايل دا يتحرك. تمام لو لا؟ تمام دكتور. فبهالشكل هذا لا اكثر ولا اقل. ان شاء الله عن المحاضره القادمه نشوف شلون هنحرك، شلون يعني نصغر نكبر ندور ونرسم بهالشكل هذا. طبعا اكيد وراها راح نلون ايضا، راح نلون الاشكال ايضا نرسمها يعني ونحركها وهالشكل. فتلاحظ هنا شنو عندنا بعد عمليات؟ ايش نعمل رقم الكودات؟ يعني مثلا عمليه انه ارسم انه الون الشكل اضيفة كود رقم 3، الون يعني في شكل معين، وهكذا يعني كل هاي العمليات احنا راح كلها نسوي. شنو نحتاج نضيف عملية نضيفها داخل الفايل بكود معين ونغير بالكود مال الرسم الى ان يرسم الشكل ملون بشكل كامل. اوكي زين. هسه هنا هذا بعد شيء بعد بي بعدنا ان شاء الله المحاضره القادمه نحاول نكمل، وان شاء الله انا هم اريد يعني هوم وركات هاي واريد تحلوها كلها وعمد اسالكم بها، نعتبرها مثل الامتحان الاسبوع القادم. فريد قارين زين مضبطين على مود من اسالكم تجاوبون. زين نرجع الى البرزنتيشن مالتنا. إذا تتذكرون الأسبوع الماضي ايش قلت؟ قلت العملية عملية التحريك ممكن نعبر عنها بمصفوفة، مو لا لا، والمصفوفة هذا شكلها. يعني النقطة الأصلية هي اكس واي واحد، هاي احنا خليناها من عندنا. مصفوفة التحريك هي 3x3 وشكلها كالآتي: 1 0 TX 0 1 TY 0 1 1. تمام لا لا؟ هذه النقطة لو تنضرب بهاي الأري وهاي الماتريكس ايش راح يطلع؟ تطلع لي نفسها معادلة التحريك اللي هي اكس زائد تي اكس والواي يساوي ان واي زائد تي واي، مو لا طلاب؟ شو ماكو جواب؟ لا مستر.
نعم دكتور. فاحنا هاي العمليه قلنا العمليات كلها سويناها على شكل مصفوفات، انه هاي مصفوفه التحريك لازم تحفظها انت، انه هذا شكلها 1-0 تي اكس 0-1 تي واي. هاي من تضرب هاي هنا سطر في عمود حصر هسه بعس هنا اكس في 1 اكس هنا زائد ان واي في 0-0 راح 1 في تي اكس تي اكس. اذن فهاي ناس ضرب هذا السطر في هذا العمود طلع ان اكس زائد ان تي اكس واللي هو ينتج الاكس الجديدة. كذلك الواي من تضرب هذا في العمود الثاني يطلع لي واي زائد ان تي واي وهكذا. لان هاي معادلة او مصفوفة التحريك. هسه مصفوفة التدوير، مصفوفة التدوير هي شنو شنو مصفوفتها؟ هي كالآتي، نفس المعادلة اللي قلناها، هي اكس كوساين ثيتا ناقص واي ساين ثيتا، والواي هي بالعكس اكس في ساين ثيتا زائدا واي في كوساين ثيتا. تلاحظون هي هاي المصفوفة من تنضرب اوكي بالماتريكس يطلع لنا هاي المعادلة اللي قلنا عليها. نجي هنا الى السكيلينج. السكيلينج المعادلة مال التكبير المصفوفة هي عبارة عن بهالشكل هذا الاس اكس واس واي وين موجودات على القطر الرئيسي مو. فانت من تضرب هاي اكس واي 1 في هاي في العمود الاول يطلع لي اكس في اس اكس، هو ناتج عمل التكبير الاكس. وكذلك تضرب هاي الاري في العمود الثاني يطلع لنا الواي في اس واي. اذا هاي اذا ثلاث مصفوفات مهمه لعمليه الترانزليشن والروتيشن والسكيلينج. زين اكو عندنا ايضا العديد من المصفوفات، مثلا هسه لو نرجع هنا للبرزنتيشن هسه تلاحظون هذا امامكم هذا الشكل. تلاحظون شكل اي لو لا؟ او يا ايش في شكل اي دكتور؟ هو المثلث هذا يسموه انعكاس، انعكاس حول محور اكس. وياي لا؟ نعم انعكاس حول محور اكس. اذا هنا انعكاس شلون نسوي؟ مجرد الاشاره تصير سالبه اوكي، اشاره الواي، الواي فوق الاكس يكون موجب، بس جوا بالربع الرابع شو يصير؟ الواي سالب، صح لو لا؟ إذن هاي هي فقط انه مصفوفة الانعكاس، فقط الواي يصير سالب. يعني لو تيجي هنا نشوف مصفوفة الانعكاس هيات هذا الميرر ريفلكشن، انعكاس المرآة حول او محور اكس، مجرد هنا صار تلاحظ مجرد انه الواي انضرب في سالب واحد، الانعكاس حول محور اكس تضرب الواي في سالب واحد، بينما هنا الانعكاس حول محور واي اضرب الاكس في سالب واحد. هنا تلاحظون الرقم الاول الاكس يكون سالب. كذلك مثلا لو تيجي تشوف هنا بس هذا شنو الشكل سي؟ شكل سي هو الانعكاس حول نقطة الأصل. أوكي الانعكاس حول شنو؟ نقطة الأصل. مجرد اثنين هم الاكس والواي يصيرون سالبات، من موجبات يصيرون سالبات. زين نجي هنا انعكاس حول هذا المستقيم، هذا المستقيم اللي بالنص، المستقيم الدايجونال القطري، يسمى هذا المستقيم هو واي يساوي اكس، واي يساوي اكس.
فالانعكاس حول شيء ايش يصير؟ مجرد الاكس يصير واي والواي يصير اكس. انعكاس مال هذا انه الاكس يصير واي والواي يصير اكس. فلو نجي نشوفه هنا أنا بالشكل هذا، هنا اذا الانعكاس حول نقطة الاصل تلاحظ اثنينهم سالبات، حيقربهم من موجب الى سالب، بينما الانعكاس حول اللاين الواي يساوي اكس. جيت تاني قلت انه الاكس يصير مكان واي والواي مكان اكس، فبالضبط هاي هو المصفوفة مالته، هاي هي مصفوفته انه الواي يصير مكان اكس والاكس يصير مكان واي. هسه نجي الى مثال، يلا وياي ولا طلاب وياك؟ يلا هذا السؤال شير، يلا اقروا لي وقولوا لي شي يريد. Rotate the object defined by I following point 4388 8450 6672 and rotate at anti-clockwise by angle 63 then scale it with the scaling factor SX1 well S2 equal 2 where 65 and 40 is fixed point. هذا هو السؤال. يا رشيد يريد مين يقول لي؟ التحريك والدوران. تحريك ما كتب لي تحريك هو هنا اصلا. تدوير اول عقرب الساعه 63 بالضبط. اول شيء راد لي ادور عكس عقرب الساعه ب 63 وثم شنو سكيلينج اللي هو يعني تكبير مو بمقدار 1 2 مو الاس اكس 1 والاس واي 2 تمام. زين هس اني اسوي هاي العمليات على منو؟ ها من يقول لي؟ اسوي هاي العمليات على منو؟ ذاك الشكل شنو؟ اسوي العمليات على شنو؟ شلون ما افتهمت ايش قلت؟ يعني قصد الشكل هي هنا نسوي احنا على الاحداثيات بالضبط، وطينا احداثيات ثلاثة ويعتبر هذا الشكل اللي نسوي عليه هاي العمليات اللي هي التدوير ب 63 ثم السكيلنج بمقدار 1 2 تمام؟ مطينا ثلاث احداثيات هنا، اذا هاي اللي نسوي عليهم هذه العمليات. فنيجي هنا اولا ايش راح نسوي؟ نصفط هاي الاحداثيات هنا أنا بالمصفوفة الأولى 43 88 84 50 66 62 إذا عدنا بعد نكمل جوا يعني عادي تمام؟ كمل طبيعي اللي جوا ما عدنا إشكال. زين يجي هسه هنا الترتيب مال العمليات نسوي حسب ما رايده هو، اللي هو شنو؟ أول شيء التدوير ثم شنو؟ السكيلينج، صح لو لا؟ زين اولا التدوير وين المصفوفه مالته؟ مصفوفه مالته معروفه قبل شوي شفناها مو لا؟ هاي مصفوفه التدوير كوساين بساين وساين بكوساين هيجي. السكيلنج وين؟ هلا نجي نشوفه فوق، نرجع السكيلنج هي هاي مصفوفته، هاي بها اس اكس واي واس واي بالقطر الرئيسي. زين بس هنا أنا شنو قلنا بعملية قلنا السكيلنج او روتيشن لازم عندنا محور مو محور على اساسه شنو نكبر او ندور. فهنا شو مسميها الفيكس بوينت؟ هنا مطلع الفيكس بوينت هي 65 40، اذا هذا هو المحور اللي على اساسه نكبر او نصغر. لذلك احنا لازم
الشكل اول شيء الرجعة النقطة الاصل، ثم نرجع الى العمليات اللي هي التكبير او التدوير او اي شيء اخر، ثم نرجع الى مكان الاصل. اذا هاي عمل هاي الفيكس بوينت فقط هي نسويها الشكل هذا كله، نسوي له عملية تحريك من هاي النقطة الى صفر صفر. فلذلك اذا نجي على الشكل الاصلي او هاي النقاط قلنا راح نسطرها، اول شيء نجي كلها نضربها في مصفوفة مال التحريك، نحركها بجد مقدار ناقص 65 ناقص 40. ليش؟ شنو هالارقام؟ هي نفسها الارقام مال فيكس بوينت. فيكس بوينت عم ارجعها لصفر صفر، فلازم احركها مقدار ناقص 65 ناقص 40 فحترجع للصفر صفر. فاذا راح اضرب المصفوفتين راح تطلع الناتج هنا، تلاحظ طلع النقاط جديدة يعني. ثم ليش خلينا سالب 65 وسالب 40 يعني سالب؟ هو مو عندنا موجب 65 لحظة 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 احنا شنو قلنا؟ احنا قلنا اول شيء ترجعين الجسم الى الصفر صفر، اذا لازم تنقصين تحركي لي ورا يعني ترجعي الى الصفر صفر. فتلاحظين تقولين ناقص 65 ناقص 40 فراح يرجع للصفر صفر. ثم بالنهاية شو تسوين؟ ترجعين تضربي نفس المصفوفة بس ارقام موجبة على مود يرجع المكان الاصلي. وياي تمام. هاي عملية ثابتة. اذا اول شيء نرجع صفر صفر، اذا نحركه بمقدار ارقام سالبة، ثم وراها بالنهاية ورا ما نسوي سكيلينج وروتيشن وراها نرجعه نسوي نخلي ارقام موجبة عمود نرجع المكان نحركه. فاذا حركنا اول شيء مقدار هاي سالب 65 سالب 40 تحرك، ثم وراها الناتج راح اسوي اضربه بمصفوفة التدوير اللي هي باي 63، هي مصفوفة ثابتة بس مجرد اعوض الثيتا هي 63 راح يطلع الناتج. وراها لازم عليكم هوم وورك انه الناتج اضربه بمصفوفة السكيلينج بمقدار 1-2. اذن وراها لازم هسه ارجع الجسم الى مكان الاصلي مثل ما قلت قبل شوية. هنا هاي نفس المصفوفة مال السكيلينج مال الترانزيشن الاولى بس مجرد الارقام تكون موجبة، اللي هي موجب 65 وموجب 40 عمود يرجع الى مكان الاصلي. لهنا انتهى الحال وطلعت المصفوفات. اوكي اذا بهذا الشكل يعني انه نحرك نحل هذا السؤال. نجي هنا عندكم هوم وورك ايضا يعني، لذلك انا كنت تحلون عود ان شاء الله الاسبوع القادم نتناقش فيه احنا واسالكم كم شغله امتحنكم يعني اضيع اسماء فرتكم كلكم يعني قارين ان هاي عليها درجات. هنا يعني اذا نجي نشوف الهوم وورك روتيت ذا اوبجكت ديفايند باي 54 60 104 160 170 102 باي بكونتر كلوك وايز باي 37 ديجري افتر سكيلينج ات وذ سكيلينج فاكتور 3-2 using fixed point 54-68 and mirror reflection in origin point. ثم استوي عليه عملية انعكاس على نقطة الاصل. اوكي هذا هو الهوم ورك المطلوب منكم، هو جزء من نزل هوم وركات اخرى يعني وكل حال انزله ان شاء الله. اطلب منكم راح انزله عمود اراها اشوف شلون راح تحلون تمام. فكل شيء عليه يعني درجات، اتمنى تقرون زين وتحلون لان تعتبروا مراجعة هذا للامتحان الفصل الاول. فاقروا زين وعمود شكو عندكم سؤال يعني اسألونا على المحاضرة القادمة بس امشي تقرون وتتحضروا. استاذ اعطينا فترة هومورك يعني اعطينا وقت اليه. تمام ان شاء الله. السلوني جوانا على البرزنتيشن مالتنا. وانا شو بس هو دي اخي شي الرفلكشن وانا يعني وضحناه بالضبط شلون تتم عملية الانعكاس. هنا مثلا الانعكاس حول الاكس شنو معناها؟ بس مجرد الواي تحول، تلاحظون الواي من موجب تحول الى سالب. نجي هنا مثلا اذا الانعكاس حول محور واي مجرد الاكس يصير سالب.
اذا هنا الانعكاس حول نقطة الاصل فقط انه الاكس يصير سالب والواي يصير سالب اثنيناتهم، اذا الانعكاس حول الخط اللي هو الواي يساوي اكس، فمجرد انه الاكس يصير واي والواي يصير اكس. يعني شنو؟ يعني اذا النقطة 3 2 تصير الجديدة تصير 2 3 بعد الانعكاس وياي، لا هيك ينعكس يعني 4 5 تصير 5 4، يعني 10 2 تصير 2 10. هذا هو الانعكاس حول اللاين واي يساوي اكس. واذا الانعكاس حول الخط الواي يساوي انه سالب اكس، هذا الواي يصير اكس بس ايضا يصير بالسالب. يعني هذا يعني ما يعني مو ضروري اخير واحد بس امشي الواي يساوي اكس. اغلب الرفلكشن هاي هي المعادلات مالتها. اوكي، واحد عنده سؤال عن الموضوع؟ اتمنى انه تقرون زين وتحلون. استاذ هاي المحاضرة راح تنزل ان شاء الله. اوكي، تقرون زين وتحلون الواجبات. عمد اي استفسار اني اجاوبكم على المحاضرة القادمة، وكذلك هسألكم يعني بيها على مود تعتبر يعني لكم مراجعة للامتحانات الفصل الاول. والكود ان شاء الله ايضا نزله على مود ايضا ترسمون الشكل والدزولية، عمود يعني تعتبر بداية لعملية تحريك الاشكال، رسمها وتحريكها وتلوينها ايضا. يعني شلون نسوي فد يعني فيلم انيميشن متحرك بعدة عمليات ان شاء الله لاحقا. الكل راح يسوون، كل واحد يرسم له شكل ويسوي عملية عليه فد انيميشن كامل من تحريك من تكبير من تدوير. عم تضبطون جميع هذه العمليات. احد عنده سؤال قبل ما ننهي محاضرتنا؟ تمام، شكرا جزيلا لحضوركم وان شاء الله نشوف في محاضرات قادمة. مع السلامة. مع السلامة.